ولقي أكثر من 27,000 شخص مصرعهم في حوادث الغرق المتكررة للمهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، وذلك خلال السنوات العشر الماضية. فيما يلي نستعرض أسوأ حوادث الغرق منذ عام 2014. تنضم إلينا عبر زوم من بيروت مهانة إسحاق، محامية مختصة بقضايا الإتجار بالبشر في منظمة كفا. مرحبا بك مهانة. ما أسباب تزايد نشاط مافيات الإتجار بالبشر رغم كل السياسات الدولية التي عملت على الحد من هذا النشاط؟ نعم، شكرا لكم. بالحقيقة أنه جريمة إتجار بالبشر هي من أخطر الجرائم اليوم موجودة في العالم، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي توضع من الدول، إلا أنه من الأسباب المباشرة لوجود هذه الجرائم هي الأوضاع الاقتصادية الهشة، الفقر، النزوح، الحروب، الأزمات الاقتصادية الكبرى التي تقع في الدول. هذه الأسباب تؤدي إلى وجود الشعوب أو الأفراد بشكل ضعيف، يزيد من حالات الفقر، يزيد من حالات الأشخاص الذين يطلبون الحياة الأفضل ويسعون إلى الحياة الأفضل، ولكنهم بوضع هش جدا، مما يؤدي إلى تزايد الأشخاص الذين يستغلون هذه الهشاشة. هؤلاء التجار، تجار البشر الذين يستغلون هشاشة بعض المجتمعات، يستغلون حاجتهم للعمل وللتفتيش عن حياة سليمة، فيعملون إلى الإتجار بهم. وتعتبر موضوع تهريب الأشخاص هي جزء من عملية الإتجار، وليست بحد ذاتها إتجار بالبشر، لأن الإتجار بالبشر يستكمل بعد التهريب بحالات من الاستغلال ولها أشكال مختلفة. عمليات الإتجار أو عفوا عمليات تهريب الأشخاص التي قد تقع بين الدول سواء البحرية أو البرية أو عبر الدول، كما نجد في هذه الحادثة الأليمة التي تتكرر بشكل يومي في كثير من الحالات ولكن بنسب متفاوتة، هي مرحلة من مراحل الإتجار. نعم. وهي وخلالها يستغل المتاجرون أوضاع الهشة من الأشخاص الذين يفتشون عن حياة كريمة من أجل، كما ذكرت، هي مرحلة من مراحل طويلة من المسارات المختلفة لكي يصل هؤلاء إلى مبتغاهم عبر استغلال هؤلاء من نواحي مختلفة. ولكن عندما نتحدث عن الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من جانب مهربي البشر، من هم؟ هل يتعلق ذلك بالأخص بالأطفال والنساء، وكيف ينتهي بهم الأمر؟ طبعا إن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للإتجار، وقد أثبتت الدراسات والتقارير الدولية أن 70% من حالات الاستغلال والإتجار بالعالم
هي حالات استغلال جنسي وتقع على النساء، و85% من هذه الحالات الاستغلال تقع على النساء، يعني 70% هي حالات استغلال جنسي. ونعرف بأن الاستغلال الجنسي أي شبكات الدعارة، شبكات الاستغلال الجنسي المختلفة، وتكون هالأشخاص اللي يتم نقلهم بطرق غير قانونية هم عرضة، النساء والأطفال الذين يكونون بهذه العملية هم عرضة للاستغلال الجنسي، للاستغلال في بيع الأعضاء، استغلال الأطفال بنزاعات مسلحة، استغلال بالعمل القسري، كل أشكال الاستغلال يمكن أن تكون هذه الفئات عرضة لها. هل من الأرقام تدل على نسبة وجود هذه المافيات في دول العالم؟ بالحقيقة طبعا أن هذه الجريمة جريمة جدا خطيرة، خاصة عندما تكون جريمة منظمة خارجة لحدود الدول، كما هي في بعض الحالات التي ذكرتموها. ليس هناك من أعداد رسمية، ولكن هناك تقديرات بأن ضحايا الإتجار بالعالم تقدر عددهم ب40 مليون ضحية، عدد كبير جدا، وتعتبر جريمة إتجار بالبشر ثالث أكبر جريمة بالعالم من ناحية المردود المادي الغير شرعي بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات. وهنا يعني هذا ما يدل على خطورة هذه الجريمة، والخطورة الأكبر أنها تقع على البشر، أي تصيب الأشخاص، تعتبر انتهاك واضح للكرامة الإنسانية وتعتبر العبودية الحديثة. شكرا جزيلا لك مهانة إسحاق، المحامية المختصة بقضايا الإتجار بالبشر في منظمة كفا من بيروت.